سلام لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وما يخصكم حتى شي خير. ماكش ناوي ندير صراحه الفيديو، ولكن عاوتاني اش قلت لي او جبت الكاميرا كاميرا كاميرا. المهم هاد البنات بغيت غير نوريكم يعني نصائح، لا بغيتو تحصلوا على بحال هاد الخبيز هذا المشفنج القطني يعني الواعر اللي كيجيو مقرمش وخاوي وخفيف الباريزيانه. شوفوا العجينه كيفاش خاصها تكون، يعني كنغلبوا فورس، ضروري كنغلبوا فورس على القمح يعني باش ننجحوا لي باغيت هادو. راه فورس كيكون غالب على القمح، ملي كنديروا القمح بزاف ما كتجيش خبزه اولا الباريزيانه خفيفه، كتجي ثقيله شي شويه ما كتجيش محلوله. العجينه يعني خاصها تكون خامره وكتلصق فيما شفتوا، كديرهم في بلايصهم وكتخليهم يخمروا. وباش كيلصق لكم هاد يعني درت فيديو شحال مره غير زيت كس بالنسبه للناس اللي مازال ما عمرهم ما شافوا واللي بغاو كانوا انتريسي يرجعوا يشوفوا العجينه والمقادير ديالها. واخا كندهنوا بالماء والسكر كنثبتوا هكا بيدينا الزريعه باش ما تطيرش، حيت حرام طير صراحه تضيع سورتو هاد الزريعه ديال نوار الشمس. البنات كندهنوا بالماء والسكر اولا الماء والعسل باش يعطيه ديك لا دوغ اللي كتشوفوا ديك الحموريه الزوينه وديك القرمشه، وباش كيلصقوا او ميم طون هاد الزرار ديالنا. سمعتوا التقرميشه كيفاش دايره؟ صراحه زوين وخفيف، هانتوما كنورك عليه وكيعاود يرجع بوحديتو خاوي من الوسط خفيف، يعني ديال الماكله ديال تاكليه بوحدو في الكوتيت يا تفطري به كيف ما درتي به خبز رائع ورائع جدا. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف، غير دايز هذا الفيديو غير دايز، وهاد النقيطات اللي كيكونوا راه كيكونوا في الصينيه اللي فات لي وريتكم ديال لي باغيت ديال باريزيان اللي كتباع كيكونوا في هذوك النقيطات. واخا كندير في الماني داك بابي كويسون، ولكن تالمون العجينه جاريه يعني كيتصوروا في هذوك النقيطات اللي في الصينيه. المهم البنات القرمشه المنظر اللذه كل شيء كاين الحمد لله. ما تعكزوش، نوضوا صابوا هاد الخبيزات، عرفوا على دراعكم ونوضوا صابوا هاد الخبيزات. راه كنقول لكم اي حاجه سهله وحتى شي واحد ما زاد مكرش امو معلم، يعني اي واحد غير يتبع غير الطريقه ايتاب باغ ايتاب. وراه عندي دابا نحط لكم فيديو في صندوق الوصف.